بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ مع بعض درس جديد عن النقطة. ايه هي النقطة او ايه هو البيب، وازاي يعني جت منين قيمة النقطة، وازاي نتعامل معاها، وايه اصل الموضوع، وها بدأنا بقى ايه هندخل في الفوركس، ونبدأ بقى ايه واحدة واحدة كده، يعني ايه بدأنا ندخل في الجد يعني. تعالوا نتكلم ونشوف. دلوقتي معانا نفتح كده نيو فايل ونكتب علشان تبقى الامور واضحة. طيب لو انا دخلت شركة رافا ووقفت في الطابور وبدأت عايز اشتري يورو، يعني وقفت كده في الطابور، سلام عليكم، وعليكم السلام، انا عايز اشتري 1 يورو، 1 يورو. تعالوا معلش هنكتب كده بالانجليزي عشان بس العربي يخفني شوية. 1 يورو. ويعني وقفت على الشباك وقلت له لو سمحت يا محترم انا عايز اشتري 1 يورو. قام الراجل ده بص على الشاشة لقى ان اليورو دلوقتي بيساوي كام؟ 1.4001 دولار. فهنا بيقول لي اليورو بيساوي 1.4001 دولار، ادفع ما يوازي قيمته المبلغ ده، يعني ادفع ما يوازي قيمته المبلغ ده. كويس. فلو انا دفعت ما يوازي قيمته المبلغ ده هاخد منه كام؟ 1 يورو. كلام سليم. واحده واحده كده ايه خليك معايا. طيب قمت انا دفعت له، يعني هنفترض مجرد افتراض ان انا اديته خاتم ذهب في ايدي يوازي قيمته، او خاتم بلاستيك او خاتم فضة، اي حاجة يوازي قيمته المبلغ ده. يعني ايه؟ يعني اديته ما يوازي قيمته المبلغ ده، او اديته المبلغ ده. كويس. يعني الاتنين سياد. انا دلوقتي اديته 1.4001 دولار، او ما يوازي المبلغ ده. فبعد شوية لقينا ان اليورو زاد، يعني اليورو زاد الى اليورو اهو، اليورو زاد لايه بقى؟ بقى بكام؟ بقى 1.4002، يعني سعر اليورو زاد ل 1.002 دولار. معنى كده ايه؟ معنى كده 2 زاد ايه بقى؟ اليورو ايه بقى؟ زاد نقطة واحدة، يبقى increase 1 bip. كويس. يعني اليورو زاد نقطة ايه؟ واحدة. تمام كده؟ تمام كده. يبقى هو من ده لده، او من واحد، خلينا نلون بقى هنا، من ده لده نقطة. يبقى الرابع رقم، بص عد معايا، 1 2 3 4، 1 2 3 4. يبقى رابع رقم لما بيزيد يبقى اسمها ايه؟ نقطة واحدة، زاد نقطة واحدة. طيب انا دلوقتي كنت شاري يورو واحد، وبعد كده اليورو زاد نقطة واحدة، جيت انا حاولت
اقف مع على الشباك تاني قدام الراجل بتاع الصرافه ده، وقلت له طيب انا بما ان اليورو زاد انا عايز ابيعه واخد مكسبي. فهنا بقى الراجل هيعمل لي ايه؟ هيرجع لي المبلغ ده اللي هو ايه؟ اللي هو ال 1 بوينت كام؟ اللي هو ال 1.4001 او هيرجع لي الرينج اللي هو الخاتم اللي هو إيه اللي احنا قلنا، احنا كنا هنا قلنا ايه؟ ان احنا دفعنا له 1.4001 دولار او ما يوازي، واخد بالك؟ يعني كنت انا قلت له والله الرينج ده بيساوي 1.4001، قال لي اه انا مصدقك، خد الرينج ده، خد الخاتم، واخد بالك؟ خد الخاتم اللي هو يوازي قيمته كام؟ 1.4001. طيب يبقى هو هيرجع لي المبلغ ده، او قلنا ان هو هيرجع الخاتم زائد بلس ايه بقى؟ 0.00 كمان 1 دولار. الله، يعني ايه؟ يعني الراجل ده هيرجع لي اللي انا دفعته علاوة على مكسبي اللي هو كام؟ اللي هو ده اللي هو 1 من 10,000 دولار. فواحد يقول لي طب هيدفعها لك ازاي دي؟ اقول له ليها طريقة يا معلم. ايه بقى؟ يقوم يجيب دولار ويقوم يقطعه 10,000 حتة ويديني حتة. شفت بقى الامور بسيطة ازاي؟ كل حاجة بتمشي. يبقى انا النهاردة لما اشتريت يورو واليورو زاد نقطة واحدة، كسبت في النقطة دي 1 من 10,000 من الدولار. حلو الكلام؟ يبقى الراجل هيقوم يرجع لي الفلوس اللي انا دفعتها ايا كانت هي ايه بقى؟ اللي هي ال 1.4001 كويس؟ او ما يوازي قيمته اللي هو مثلا الخاتم اللي انا قلت له ده يوازي قيمته ده اللي هي ايه؟ 1.4001 كويس؟ زائد بلس ايه المكسب بتاعي اللي هو 1 من 10,000 من الدولار. يعني هيقوم جايب دولار ويقطعه 10,000 حته ويديني حته يقول ده مكسبك النهارده. يبقى وانا واقف في محل الصرافه لو اشتريت يورو واليورو زاد نقطه، يبقى انا هكسب كام؟ 1 من 10,000 من الدولار. بس كده، خليك معايا بقى. طيب لو انا يا معلم في نفس اللحظه دي كنت انا شاري 1000 دولار، اسف 1000 يورو، خلاص انا كنت شاري 1000 يورو واليورو زاد نقطه واحده، اليورو زاد نقطة واحدة، يعني من 1.4001 ل 1.4002 هكسب كام؟ يعني هنا اليورو زاد ايه؟ اليورو زاد نقطة واحدة 1 بيب، اهي 1 بيب، اليورو هنا زاد 1 بيب، خلي ال 1 بيب دي هي اللي احنا بنشرحها. يبقى اليورو زاد نقطة واحدة وانا كنت شاري 1000 يورو، دلوقتي انا كنت شاري 1000 يورو كويس؟ يبقى انا هكسب كام؟ هكسب 0.1 دولار، اضرب ده في 1000. حلو الكلام؟ يبقى انا لما كنت شاري 1 يورو واليورو زاد نقطة، فايه اللي حصل؟ انا كسبت 1 من 10,000. طب لو انا شاري 1000 يورو واليورو زاد نقطة، يبقى هكسب 0.1 دولار. يعني ايه؟ يعني 6 قرش كويس يعني 60 قرش مصري. طيب معنى كده ايه؟ سيبك بقى من 60 قرش دي عشان انا اصلا قرش ايه وبتاع، ما علينا. يبقى معنى كده ان اليورو لما بيزيد نقطة وانا كنت شاري 1000، يبقى الدولار بيزيد، او ان انا مكسبي، يبقى انا اسف، يبقى انا مكسبي كان 0.1 دولار. طيب لو انا هدي كده ماشي، عشان انا بحب اعملها الامور واضحه شويه عشان ما يحصلش لخفنه. طب لو انا دلوقتي كنت شاري 10,000 يورو، لو انا كنت شاري 10,000 يورو واليورو زاد نقطه واحده، هيبقى مكسبي كام؟ ها؟ سنة واحد بيقولها لي 1 دولار، الله ينور عليك.
يبقى انا مكسبي ايه؟ 1 دولار. لو انا كنت شاري من الشباك بتاع الصرافه 10000 يورو واليورو قام زاد نقطه، ابقى انا هلاقي نفسي كسبت ايه؟ 1 دولار. يبقى ارجع فوق كده، رجع الشريط كده من اوله، هتلاقي ان انا لو واقف على شباك الصرافه وشاري يورو واحد هكسب كام؟ 1 من 10000. طب لو شاري 1000 يورو هكسب 0.1. طب لو شاري 10000 يورو هو مكسب دولار واحد في النقطه. يبقى ده كده ايه؟ لكل نقطه زياده اللي هو ايه اللي هي دي، يعني كل ما الرقم ده ما يزيد او من 1 ل 2، بعد كده بقى 3، بعد كده بقى 4، بعد كده بقى 5، بعد كده بقى 10، بقى ده بقى 1 وده 10 وهكذا. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان انا كل نقطة بكسبها في اليورو بتبقى قيمتها 0.1. لو انا شاري كام؟ 1000 يورو. طب بتبقى قيمتها 10 اضعاف، يعني بتبقى قيمتها 1 دولار لو انا شاري 10000 يورو. طيب لو انا بقى كنت شاري 100000 يورو، لو انا كنت شاري 100000 يورو هتبقى كل نقطة بكام؟ 10 دولار. طيب مظبوط كده؟ مظبوط. طيب بس انا يا عم ما معيش 100000 يورو. هنا بقى يجي دور ايه؟ يجي دور الرفع. يبقى انا لو معايا 1000 يورو، لو انا معايا 1000 يورو بالرفع اللي هي ايه؟ اللي اسمها ليفرج، كويس؟ دي اسمها الرفع. يبقى الرفعة تديني كام؟ 100000 يورو، تخليني اقدر اتاجر ب 100000 يورو. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان انا بقول للشركة انا معايا 1000 يورو، اشتروا لي 100000 يورو. يبقى كلمة اشتروا لي 100000 يورو تتقال ازاي؟ اقول لهم حطوا لي النقطة ب 10، حطوا لي النقطة ب 10. يبقى النقطة ب 10 دولار معناها ان انا بقول للشركة اشتروا لي 100000 يورو بضمان ال 1000 يورو اللي انا سايبهم عندكم. طيب يبقى انا النهارده لو انا معايا 1000 يورو وقمت عملت النقطة ب 0.1 بس، 0.1 دولار، يعني ظبطت الكمبيوتر كده على ان كل نقطة اليورو يزيدها ب 1000 ب 0.1 دولار، اكسب انا 0.1 دولار، ولو خسر اليورو نقطة اخسر انا 0.1 دولار. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى انا معنى كده ان انا شاري كام؟ 1000 يورو من السوق بتاعي بضمان ال 1000 يورو اللي انا حاططهم. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان انا ما استخدمتش الرفعة. يبقى لو انا ما استخدمتش الرفعة وانا معايا 1000 يورو يبقى انا اعمل النقطة ب 0.1. طب انا عايز استخدم رفعة 1 ل 10، يعني انا عايز الشركة ترفع لي الفلوس اللي معايا 10 اضعاف، اقوم عامل النقطة ب 1. يبقى معنى كده ايه؟ يبقى معنى كده ان انا بشتري من السوق العالمي 10000 يورو، يبقى انا اعمل النقطة ب 1. طب لو انا عايز الشركة ترفع لي فلوسي قوي 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 قوي، يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا اقوم عامل النقطة ب 10 دولار. يبقى معنى كده ان انا عملت النقطة ب 10 دولار، يبقى انا كده اشتريت من البورصة العالمية 100000 يورو بضمان ال 1000 يورو اللي معايا، وبكده انا استخدمت الرفعة كلها اللي مديهاني الشركة. طيب هل معنى كده ان انا مضطر استخدم الرفعة كلها؟ يعني انا لو معايا 1000 يورو لازم اعمل النقطة ب 10 دولار؟ لا، ممكن اعمل النقطة بدولار. يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا اشتريت 10000 يورو بس، ممكن اعمل نقطة ب 0.1. يبقى انا كده ما استخدمتش رفعة خالص ومعايا 1000 يورو، وبدل ما اروح اقف في شركة صرافة واشتري 1000 يورو وانا على الشباك، لا انا قاعد في البيت وبشتري 1000 يورو من على الشباك. لا، يبقى هنا بقى نيجي لنقطة تانية. انت ازاي يا عم تحرم الفوركس اصلا؟ يبقى معنى كده انت اصلا كل اللي واقفين على شبابيك الصرافة وبيشتروا حرام. في واحد يجي يقول لي ايه؟ لا اصل خلي بالك انت هنا الرفعة حرام. انا ممكن ارد عليك واقول لك خلاص ما تستخدمش الرفعة. يبقى معنى كده ان واحد يجي يقول لي الفوركس كله
حرام كأنك بتقولي سوق العنب حرام. ليه؟ أصل العنب ممكن تخمره وتعمل منه خمرة. أو سوق الفاكهة حرام، أصل في عنب ممكن يتعمل منه خمرة. لا، أنا هنا عندي في حاجات ممكن تبقى حرام، هما يبقى ليهم مشكلة مع الفرز ده لو هما محرمين الرفعة. طيب لو محرم الرفعة خلاص اشتغل بفلوسك بس. يعني ايه؟ يعني حط 10,000 يورو واعمل النقطة بواحد دولار واشتغل بس، وكل يوم تكسب لك كام؟ تكسب لك 10-20 نقطة، يعني 10-20 دولار، يعني 20 دولار ب120 جنيه وشكرا، كأنك فاتح محل. ويبقى انت كده ما بتستخدمش الرفعة وبعدت خالص عن اي شبهة حرام. طيب ده انا هنا برد ايه واحدة واحدة كده اثناء السلسلة على موضوع الحلال والحرام، وارجوكم يا جماعة كل واحد يتأكد من الموضوع ده علشان انا بشيل ذنب حد لو سمحتم. انا ليا ان انا بجتهد، وكل واحد يعني ما ياخدش مني فتوى، انا مش بفتي، لكن انا بجتهد، واي حد طبعا قادر ان هو يرد كلامي مفيش اي مشكله فيه، يعني كل كلام يترد ما عدا قول الرسول عليه السلام. فما علينا، احنا كده خلصنا الموضوع البيب، عرفنا البيب دي قيمتها بتيجي منين، ان انا ممكن اعمل البيب الواحد يعني عرفنا البيب ايه هو، يعني اللي هو الشق الرابع ده، واخد بالك. طيب احيانا بتبقى في شركات بتعمل 5 ديجيتس، يعني ايه؟ بتقوم تحط لك هنا مثلا رقم ثالث خامس، الرقم الخامس ده عبارة عن 10 نقطة، فما تستخدموش، ملوش لازم. يعني هو مش ما تستخدموش، انت يعني معظم الشركات دلوقتي يا جماعة بتتجه للفايف ديجيت، يعني بتتجه للايه؟ للفايف ديجيتس. ليه؟ علشان